Seasons of the year فصول السنة وهم Spring ربيع Spring Summer فصل الصيف Summer Autumn فصل الخريف Autumn لاحظ حرف الN يعتبر silent ساكن ودي نطق British بريطاني وكمان ممكن نقول Fall وده نطق American English نطق أمريكي Winter فصل الشتاء Winter دول فصول السنة الأربعة وهنتكلم عنهم في جمل دلوقتي وكمان هنعرف إزاي نسأل عن الطقس والكلمات المتعلقة بالأحوال الجوية فخليكم معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد مكاوي من English Start وزي ما وضحت فصول السنة هم Spring ربيع Summer صيف Autumn أو Fall خريف وحرف الN silent لا ينطق Winter شتاء خليني أسألك السؤال ده What season is it now in your country? What season is it now in your country? أي فصل من فصول السنة الآن في بلدك؟ For example, in Egypt, it is summer. ولو بسألك, when's your school vacation? متى أجازتك المدرسية؟ تقول, My school vacation is in summer. لاحظ استخدمت حرف الجر in. وده يخلينا نفتكر ان مع years السنوات بناخد in برضو زي in 2021 او مع months months of the year شهور السنة مثل in January في شهر يناير وكمان seasons of the year فصول السنة واللي هم موضوع درس النهاردة بياخدوا in زي in summer في فصل الصيف لاحظ كمان ان فصول السنة ما بتكونش capital يعني تبدأ بحرف small عادي لكن شهور السنة تبدأ بحرف capital زي January نكمل الأمثلة Flowers bloom in spring تتفتح الورود أو تزهر الورود في الربيع It is cold in winter الجو بارد في فصل الشتاء Tree leaves fall in autumn أو fall طبعا تسقط أوراق الأشجار في فصل الخريف Fall يعني يسقط وفول برضو معناها فصل الخريف بالأمريكان إنجليش دلوقتي يلا نشوف إزاي نسأل عن حال الطقس What's the weather like today? What's the weather like today? وممكن تسمعها بشكل تاني How's the weather today? How's the weather today? كيف حال الطقس اليوم؟ والإجابة بتكون The weather is plus وبعدين تضيف adjective الصفة يعني نقول the weather is hot hot هنا تعتبر adjective صفة الطقس حار ممكن نشيل كلمة the weather ونعوض عنها ب it بتكون it is hot it is hot أقصد الطقس حار ولو عايز أقول إنه يوم حار أقول It is a hot day. It is a hot day. لاحظ ضفنا a علشان day. فa أو an تيجي مع الأسماء المفردة. يلا نشوف كلمات أكتر نستخدمها للتعبير عن حالة الطقس. في كلمات بتكون nouns أسماء وبنحولها ل adjectives صفات بكل سهولة. مثل rain يعني مطر. ولو حولتها لصفة تكون rainy it's rainy يعني الجو مطير او الجو ممطر sun شمس sunny مشمس it's sunny يعني الجو مشمس snow الجليد snowy يعني الجو مثلج wind رياح windy it's windy يعني الجو في رياح storm عاصفة stormy it's stormy الجو عاصف cloud سحابة
cloudy. الجو غائم في سحب في السماء. fog. it's foggy. foggy صفة يعني الجو فيه ضباب. autumn. اللي هو فصل الخريف اللي سألينه حالا. نقدر نجيب منه الصفة؟ أيوة. autumnal. autumnal. لاحظت حاجة؟ أيوة. حرف الان في autumn لا ينطق، لكن في autumnal ينطق عادي. ولو قلت it's autumnal معناها يعني الجو خريفي. winter فصل الشتاء، والصفة منها wintry. نقدر نكتبها بإي أو بدون إي، الاثنين صح. it's wintry يعني الجو شتوي. dust غبار. dusty مغبر. dust dusty. نشوف كلمات أكتر بنستخدمها مع الطقس والأحوال الجوية. لو بتوصف طقس حار ممكن تقول hot، حار hot، أو scorching يعني طقس حارق حار جدا scorching، وزيها burning برضو حارق burning، boiling حار جدا لدرجة الغليان، طبعا مبالغة يعني الجو مش بيغلي بس حار جدا يعني boiling. dry جاف. it's dry يعني طقس جاف. humid رطب، وده معناه ان الجو بيكون فيه water vapor بخار ماء وبيسبب رطوبة في الجو. humid. muggy تعتبر زي humid الى حد ما بس يعني اقوى شوية، طقس رطب وحار muggy. ولو بتوصف الجو انه بارد هتقول cold، بارد cold. ولو بارد جدا freezing، freezing. ولو ابرد من كده ممكن تقول frosty، بارد جدا لدرجة فيه صقيع، طبقة صقيع او تلج في الارض مش جليد، تلج frosty. wet مطير، لو الجو wet اكيد هتحتاج umbrella. chilly أو chilling يعني الجو فيه لسعة برودة خفيفة. overcast غائم. overcast زي cloudy. pouring down ودي heavy rain مطر شديد. pouring down. drizzling مطر خفيف. drizzling. ولو الطقس كويس ممكن نقول it's clear. clear يعني صافي. clear. warm دافئ. warm. cool. mild. fresh. الثلاث كلمات دول بيعبروا ان الجو معتدل. cool mild fresh. خلي بالك من الفرق بين الكلمات دي snow و sleet. snow يعني جليد اللي هو لونه أبيض خفيف، لكن sleet معناها برد، قطرات الأمطار مجمدة بتنزل أكنها حجارة كده قطع تلج. snow sleet. وكمان thunder و lightning. thunder الرعد اللي بنسمع صوته في السماء، أما lightning اللي هو البرق وده النور اللي احنا بنشوفه في السماء، وغالبا الرعد والبرق بيظهروا مع بعض. هختم درس النهاردة بالسؤالين دول. What's your favorite season and why؟ ما هو فصل السنة المفضل لك ولماذا؟ My favorite season is winter because I like rain. فصل المفضل هو فصل الشتاء لأني بحب المطر. What's the weather like in your country in January؟ كيف حال الطقس في بلدك في شهر يناير؟ أنا هجاوب عن نفسي أقول It's usually cold and rainy in Egypt. عادة الطقس بارد وممطر في مصر في شهر يناير طبعا. انتوا كمان اكتبوا إجابات السؤالين دول في التعليقات وقولوا لي إيه الفصل المفضل ليكم في السنة وليه، وكمان اكتبوا لي عن حال الطقس في بلدكم في شهر يناير. Thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed it. وإن شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي. ولو عجبك الفيديو حسيت إنك طلعت منه معلومة جديدة ادعمني بلايك.
ومشاركة للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب علشان تشوف باقي الفيديوهات، وهستنى تعليقاتكم تقولولي ايه رأيكم في الفيديو. دمتم بخير.